الولايات المتحدة لن تتخلى بسهولة عن هيمنتها على المؤسسات الدولية ومنها على وجه الخصوص صندوق النقد الدولي هذا باختصار ما يعنيه رفض الكونغرس الأمريكي مؤخرا إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في قمة مجموعة العشرين في سيول في نوفمبر من عام 2010 ما هي هذه الإصلاحات ولماذا موافقة الكونغرس مهمة بالنسبة إلى دول العالم؟ للإجابة عن هذا التساؤل لابد من معرفة أن قرارات صندوق النقد بما في ذلك منح القروض والمساعدات للدول كانت وما زالت خاضعة لرغبات ومصالح قلة قليلة من الدول ونقصد بالطبع الدول الصناعية بغض النظر عن مصالح الدول الأخرى بل وبغض النظر أيضا عن مكانة وتأثير بعض الدول على الساحة الاقتصادية العالمية فصندوق النقد الدولي وعلى خلاف المؤسسات الدوليه الاخرى يعتمد اليه تصويت خاصه في اتخاذ قراراته مختلفه عن اليه الصوت الواحد للبلد الواحد المعتمده او المعتمده في الجمعيه العامه للامم المتحده مثلا وهنا اصل القضيه فالدول الصناعيه السبع الكبرى او الجي 7 وهي الولايات المتحدة، اليابان، المانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا وكندا، والتي تمثل اقل من 4% من عضوية الصندوق تسيطر على 45% من قوة التصويت فيه. هذا الامر دفع بالدول الصاعدة على رأسها دول البريكس والخمسة وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا. خصوصا بعد تعاظم دور هذه الدول في الحد من الاثار المدمره للازمه الماليه العالميه عام 2008 هذا الامر اذا دفعها الى المطالبه بزياده وزنها التمثيلي في صندوق النقد اذا كان لابد لها من زياده موارد صندوق الماليه لتمكينه من لعب دوره في تقديم المساعدات ووقف الانهيار الاقتصادي كما حصل ويحصل في ازمه المصارف والديون السياديه في دول اليورو وغيرها من دول العالم من هنا جاء اتفاق قمة مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية أواخر عام 2010 والقاضي بزيادة موارد الصندوق المالية وأصلاح نظام الحصص أو ما يعرف بمشروع نظام الحصص والحوكمة إلا أن تطبيق هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة أغلبية 85% من الأصوات ما يعني حكما موافقه الولايات المتحده اولا واخرا كون الولايات المتحده تمتلك حصه تبلغ 16.77% من مجمل قوه التصويت وبالتالي فهي القادره على تعطيل نسبه 85% المطلوبه لاتخاذ اي قرار مهم على صعيد صندوق النقد الدولي كقرار تعديل الحصص هكذا اذا تكون اصلاحات صندوق النقد الدولي قد وصلت الى طريق مسدود من خلال الفيتو الامريكي على الرغم من موافقه غالبيه 188 دوله عليها فما الذي يمكن ان يحدث مستقبلا على الارجح ستقود روسيا والصين اقوى الدول الاقتصاديه خارج مجموعه السبع ستقودان تحركا جديدا لادخال تعديلات على اليات الاقتراض الطارئ لصندوق النقد تزيد معها من تاثير الدول الناميه في القرارات المتعلقه بتخصيص الاموال وانفاقات والاتفاقات ايضا على الاقراض، تعديلات تعطي وزنا اكبر لهذه الدول بعيدا عن تعديل نظام الحصص.